مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من ضيف الأخبار. وضيفنا اليوم من الرباط هو الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دوكرو للحديث عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والتجارة والاستثمار وآفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة. فأهلا ومرحبا بكم. السيد الوزير الأول، مساء الخير وشكرا على انضمامكم إلينا. مساء الخير. إذن أسدل الستار على أشغال اللجنة المشتركة، ما حصيلة هذا الاجتماع؟ أولا، نحن راضون عن اللجنة العليا المشتركة، انتظرنا 10 سنوات وهذا وقت طويل جدا، وهذه الرسالة الأولى، لأن العلاقات بين المغرب وبلجيكا هي علاقات طويلة الأمد، وانتظار 10 سنوات لنخطو خطوة دافية كان وقتا طويلا. وأعتقد أن المجالات التي نريد أن يشملها عملنا المشترك مجالات تكتسي أهمية بالغة، من بينها التعاون بين هيئاتنا القضائية، حيث يمكننا خوض معركة التصدي للجريمة المنظمة بما في ذلك تجارة المخدرات. وفي المجال الاقتصادي ثمة الكثير من الفرص، نحن نعلم أن المغرب يزخر بإمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والعرض المغربي من حيث إمكانات الاستثمار بالنسبة لبلجيكا هائل، والعديد من الشركات البلجيكية ركمت المعرفة التي يمكن الاستفادة منها هنا، ونحن بحاجة إلى الهيدروجين الأخضر الذي يعد بوابة الولوج إلى الصناعة في أوروبا، كما نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك في مجال الهجرة من أجل تنظيمها وتقنينها بشكل أفضل. فالهجرة يمكن أن تكون عاملا إيجابيا إذا ما تم تنظيمها، وفي الوقت الراهن غالبا ما يتحكم فيها المتاجرون بالبشر ونعين مآسي. باختصار، تمكننا من وضع جدول أعمال كامل يتضمن القطاعات التي نريد أن يشملها عملنا المشترك وعمل بلدين كالمغرب وبلجيكا سويا، أمر ضروري في عالم يتنامى فيه عدم الاستقرار والتعقيد. ومن الأمور المحمودة أن يكون لدينا أصدقاء جيدون وبلدنا صديقان حميما. ما هي أولوياتكم من أجل تطوير هذه الشراكة؟ في اعتقادي، الحكومتان بمقدورهما القيام بالكثير كوضع أطر التعاون، وهناك أشياء أخرى في المجال الاقتصادي والعديد من الفرص والإمكانات التي يمكن تطويرها في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعاون الأكاديمي. لدينا مؤسسات أكاديمية عالية الجودة في كلا البلدين. إتاحة اللقاء بين شبابنا في الأوساط الأكاديمية أولوية كبرى. فالروابط الثقافية قائمة، كما تعلمون في بلجيكا 5% من السكان، أي 1 من كل 20 من البلجيكيين لديهم روابط عائلية مع المغرب، لذا فإن السكان من أصول مغربية هم جزء كبير جدا من مجتمعنا. هؤلاء هم أطباؤنا ومهندسونا ومخرجو أفلامنا، لذا فإن وضع إطار مؤسساتي لهذا الجانب يعد أمرا بديهيا جدا. التجارة هي الحلقة الأضعف، ولا يزال هناك طريق ليقطعه البلدان. ما تصوركم لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين؟ المبادلات التجارية بين البلدين تتم بين المغرب وأوروبا، والتجارة هي مجال أوروبي، فلنكن واضحين، المغرب شريك متميز واستراتيجي ومهم لأوروبا في هذه المنطقة برمتها من شمال إفريقيا، فهو بلد يتميز بالاستقرار والحداثة ويزخر بإمكانات هائلة في عالم يتغير بسرعة كبيرة. فعلى سبيل المثال، الإمكانات في مجال الطاقة الصناعية هائلة وتطويرها يمكن أن نقوم به سويا، وهذا الأمر هو أحد عناصر الاتفاق الذي توصلنا إليه، وهو اتفاق حقيقي بين الشركاء، ونحن شركاء متساوون ولدينا مصالح مشتركة، والمغرب لديه مصالح، وتمكننا من الاتفاق حولها. Égaux les uns aux autres et nous avons des intérêts. Le Maroc a des intérêts. On a pu se mettre ensemble autour de cela. En ce qui concerne. فيما يتعلق بتعاوني في مجال الطاقة، هل حققتم تقدماً؟
Dans le domaine d'énergie, naturellement, on voit. في مجال الطاقة ينبغي النظر إلى الكيفية التي تغير بها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. أوروبا كانت تعتمد على الطاقة الأحفورية وعلى كميات كبيرة من الطاقة الأحفورية الروسية. ونحن بصدد التخلي عن الوقود الأحفوري بسرعة عالية. لكن وسائل التخلي السريع محدودة ولا تعد بالآلاف. الطاقة النووية تلعب دورا والهيدروجين يلعب دورا حاسما. إذا أردنا الحفاظ على الصناعات الثقيلة في أوروبا كالصناعات الكيماوية، ومن المهم الحفاظ عليها في هذا الجزء من العالم الذي يتبنى قواعد صارمة. وإذا انتقلت هذه الصناعات إلى مناطق أخرى يأخذ الإنتاج منحا آخر مع قواعد أقل صرامة، وفي هذه الحالة فالعالم بأسره خاسر. أعتقد أن الوصول للهيدروجين الأخضر حاسم وإمكانات المغرب هائلة، والأمر الجيد هو أن السلطات المغربية استثمرت في هذه الإمكانات. فتوفر على إمكانات ليس بالأمر المعقد، لكن الأهم هو تنظيمها في مخطط صناعي وشبكة يمكن استثمارها وإجراء البحث والتطوير. وهنا العرض الذي قدمه المغرب والمقاربة الجيدة التي يتبناها، وبلجيكا كانت من أوائل الدول التي ردت على العرض المغربي، وأعتقد أنه تمت صياغته قبل شهر أو شهرين. على صعيد آخر، ما تقييمكم للتعاون القائم بين المغرب وبلجيكا في مجالي الهجرة ومحاربة الإرهاب؟ Je pense qu'on vient d'une période où on n'a pas assez coopéré. أعتقد أننا جئنا من فترة لم نتعاون فيها بشكل كاف، وبصراحة لقد رأينا الإمكانات المتاحة في مرحلة ما قلنا كيف سنجعلها حقيقة. وكان الاجتماع برئيس الحكومة المغربي شهر أكتوبر في بروكسل، حيث جمعنا فطور عمل لم يستغرق وقتا طويلا لكنه كان مثمرا جدا. واتفقنا على أن نحاول خلال مدة 6 أشهر إيجاد السبل القمينة بتجويد تعاوننا وإدارة الهجرة بشكل نظامي، والتصدي للهجرة غير الشرعية التي تديرها شبكات تجارب البشر، وكذلك تحديد كيفية التوصل إلى اتفاق أكثر شمولية. والاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن الهجرة وبشأن التعاون القضائي هو أيضا جزء مما نفعله في مجال الطاقة وما نقوم به في المجال الأكاديمي. يجب نظر بطريقة أكثر شمولية. اليوم وبعد 6 أشهر حرزنا تقدما ملحوظا، وأصبحنا نتوفر على ضباط اتصال من رجال الشرطة والقضاء والأمن، واستطعنا بشكل ملموس مكافحة شبكات التجارب البشر. وبعد 6 أشهر نزور المغرب ونقول انظروا إلى ما حققناه، ونتطلع إلى ما سنبلغه خلال السنوات القادمة. كما تعلمون الهجرة جزء من إنسانيتنا، لكن يجب أن تتم بطريقة نظامية لنمنح الأشخاص فرصة ونتيح للبعض إمكانية القدوم إلى أوروبا لفترة معينة للدراسة والعودة إلى بلدانهم الأصلية للمساهمة في تقدمها. viennent peut-être travailler, étudier en Europe pendant une certaine période, et puis reviennent, et viennent développer leur pays d'origine. حوالي 600,000 مغربي يقيمون في بلجيكا، كيف يمكنهم المساهمة في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية؟ وما الدور الذي يمكنهم لعبه في هذه المرحلة الجديدة من الشراكة؟ في الوقت الراهن هناك 700,000 لديهم روابط عائلية مع المغرب، و80% منهم يحملون الجنسية البلجيكية، وهم جزء من المجتمع البلجيكي. وهو ما يكني على أن بلجيكا هي واحدة من أكثر البلدان ذات الطابع الدولي في العالم. من مختلف دول المعمور يزورون بروكسل. نحن بلد متعدد اللغات والثقافات بشكل مذهل، وندرك أن ما بين المغرب وبلجيكا ليس مجرد مفاهيم نظرية لكنها مواقف حياتية يومية. وهؤلاء الأشخاص قضوا معظم حياتهم ببلجيكا ويحافظون على صلات مع المغرب،
هذا الأمر يخلق انفتاحا ويخلق وعيا تجاه بلد لعب دورا في التطور وفي تاريخ بلجيكا، وهذا الأمر حفزنا للتوصل للاتفاق الذي أبرمناه مع المغرب. وهناك عدد قليل من الدول الإفريقية التي تربطها روابط مماثلة ببلجيكا، وهذا أمر جيد. Dans le nord d'Afrique qui ont ce genre de lien avec la Belgique, je pense que c'est une bonne chose. لنتحدث الآن عن قضية الصحراء المغربية التي تعرف دينامية غير مسبوقة. كيف تنظرون لمخطط المغرب للحكم الذاتي؟ Donc tout à fait. Tout d'abord, la Belgique comprend l'importance de ce sujet pour le. أولا بلجيكا تتفهم أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب. ثانيا هذا المخطط الذي قدم سنة 2007 نعتبره مخططا ذا مصداقية وأساسا صلبا للتوصل إلى حل دائم مقبول من جميع الأطراف. هذا الموقف اتخذته بلجيكا عام 2022. والآن نخطو خطوة إلى الأمام ونقول إن هذا المخطط أساس صلب، وكما قلت في البداية إننا ندرك أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب، وإذا كان يمكن لبلجيكا أن تكون شريكا ستفعل. سؤال أخير، ما هي نقاط التقاطع في مواقف المغرب وبلجيكا بخصوص القضايا الإقليمية والدولية؟ فيما يخص وجهة نظر حول القضايا الدولية، ثمة الكثير من نقاط التقاطع. على سبيل المثال ما يحدث في الشرق الأوسط، أعتقد أن بلجيكا والمغرب لديهما موقف واضح منذ البداية، فهجوم 7 من أكتوبر هو هجوم إرهابي قتل فيه 1000 إسرائيلي، وهذا أمر غير مقبول، كما أن إطلاق سراح الرهائن يعد أولوية كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة. وفي الآن ذاته فحتى في الحرب هناك قواعد وقوانين، والمغرب وبلجيكا طالب باحترام هذه القواعد، وما رأيناه هو أن هذا ليس هو الحال. في هذه الأثناء هناك 35,000 قتلوا في غزة، والتجويع يوظف عمليا كسلاح حرب، وهذا أمر مرفوض. والمغرب وبلجيكا طالب كل مرة بالسماح بوصول مساعدات الإنسانية ووقوف إطلاق النار، وفي مرحلة ما الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما تعلمون فالحرب تتوقف فقط عندما يكون هناك أشخاص عقلانيون ومسؤولون حول الطاولة، ويتعين أن يتم ذلك من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبعد ذلك يجب على الدول الأوروبية والعربية تقديم ضمانات أمنية من الطرفين. هذه هي السبيل التي يمكن من خلالها تحقيق التقدم، ولن نتوقف عن المطالبة بوقف أعمال العنف وبأن لا نشهد سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. On ne peut que cesser de demander que les violences arrêtent et que les victimes civiles, qu'il n'y ait plus de victimes civiles. السيد الوزير الأول، شكرا على تلبية دعوتنا. شكرا لكم على إجراء هذه المقابلة. وشكرا لكم على المتابعة. أمسية طيبة على القناة الثانية.